انا بس عايزه الاول يعني استوقف حضرتك في حاجه. حضرتك قلتي الرابطه اصلا مقرها المغرب في الاول. خالص احنا مقرنا موجود في المغرب في هل مدينه. عندكم فروع تانية طبعا، غير مصر؟ اما فتحنا مكتب في موريتانيا، وفتحنا مكتب في السعوديه، وفتحنا مكتب في تعامل سلطنه عمان، وفتحنا مكتب مع جماعه في العراق. كل دول مكاتب نشاطها الاساسي ان احنا لما بيبقى في مؤتمر، بيبعتوا لنا وفود علشان تبقى موجوده، عشان يبقى في تبادل تجاري ما بين الدول العربيه. في عندنا المجال السياحه العلاجيه، احنا في العالم العربي مش بنلتفت ليه، مع صحيح انه لو صحيح. جينا بصينا لمصر من اكبر الدول العربيه اللي فيها مجال السياحه العلاجيه. لا احنا محتاجين فعلا ان احنا نلتفت للنقطه دي، النقطة دي مهمة جدا حضرتك. اشتغلت عليها تركيا واشتغلت عليها أوروبا، وإحنا العالم العربي مش شغالين للأسف عليها للأسف للأسف الشديد. أتمنى يبقى في لفتة مهمة جدا، لأن في المؤتمر الثالث، الملتقى الثالث للرابطة هيكون إن شاء الله في مايو. الملتقى الثالث أنا نفسي يبقى فيه المبادرة اللي أنا بشتغل عليها، وهو إطلاق مبادرة 100 مليون سائح عربي أفريقي لمصر، علشان يبقى في سياح جايين تبادل من أفريقيا ومن العالم العربي لمصر، ويبقى في نفس الوقت تبادل من مصر للدول العربية والله دي فكرة، في المجال السياحي دي بالذات فكرة عظيمة العلاجية. جدا. يعني أنا برضو كان عندي نفس الفكر، إن ليه بدل ما أنا أروح أوروبا تمام صح، ولا أسافر دول غربية، طب ما أنا أتجه لأفريقيا، يعني أفريقيا والعالم أفريقيا العربي والعالم العربي، يعني ما شاء الله مليان حاجات طبيعة، كتيرة. مليان حاجات فعلا تتراح، ويعني الجو نفسه مختلف. يعني أنا بضم طبعا صوتي شكرا لمبادرة لحضرتك، ميرسي. حضرتك، أكيد 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 مهم جدا، بس إزاي بقى ننفذ ده؟ ننفذ، أيوه هو احنا عايزين ازاي ننفذ؟ عايزين مساعدات من وزارة السياحة المصرية. مع ان احنا لو بصينا لاتفاقية اجادير، اتفاقية اجادير معمولة في 2004 واتنفذت واتعملت على ارض الواقع في 2006 واشتغلت في 2007. الاتفاقية دي تشمل 4 دول، هي مصر والمغرب وتونس والاردن. ال4 دول لو بصيتهم كويس عندهم حجم التعامل التجاري ما بين بعض كبير جدا. التعامل التجاري ما بين المغرب ومصر في سنة 2022 وصل ل 786 مليون دولار. اوكي. لأن ده فيها إعفاءات جمركية. أصلا الاتفاقية بتوحي إنه يبقى في بين ال4 دول حاجة اسمها السوق الحرة، السوق المشتركة الحرة، إن أنا أدخل بتاعتي لمصر من غير ما يبقى في تعرفة جمركية عالية، ويبقى في نفس القصة بالنسبة للمغرب والدول التانية. فإحنا عايزين نبص في كل الحتة حاجة، دي يعني طبعا. سواء مصر أو الدول العربية أو الدول الأفريقية، عندنا أعتقد حاجات ده كتيرة بالظبط متوفرة. اللي بتمر بيه دلوقتي أي دولة في العالم في أزمة اقتصادية. طبعا هي أزمة اقتصادية عالمية على عالمية، العالم كله فلازم طبعا. أن نعترف احنا كلنا أن دي أزمة اقتصادية عالمية، موجودة في أوروبا، موجودة في أفريقيا، موجودة في العالم العربي بالكامل. مرينا بحروب، مرينا بجائحة كورونا، مرينا بأزمة اللي لسه شغالة، الأزمة الاتحاد روسيا، السوفيتي بتاع روسيا، روسيا أوكرانيا فإحنا لسه طبعا. شغالين في أزمة ثقيلة مش صغيرة، لأن روسيا برضو صانعة لكذا مادة بتخدم العالم، ففي طبعا واردات إحنا نقصت عندنا، في عندنا حاجات من الأشياء إحنا بنستوردها. لازم نعترف إن دي الحرب أثرت فينا كتير. العملة موجودة في كل مكان. أنا لما بطلع لأوروبا بقيس إن ال100 دولار ما بتعملش معايا دقيقة، يعني ممكن أخش ما أجيبش بيها حاجة، لكن في مصر بتعمل كتير. أيوة. فلازم يا جماعة نبص للجوانب الإيجابية اللي بتعيشها كل دولة. مصر لسه بخير وغنية بمواد كتيرة، صحيح. ويكفي إن شعبها من أطيب الشعوب. أنا مش بقولها لحضرتك عشان يعني أعرف المعلومة. أنا بس لفت نظري، يعني بتقولي أنا ولادي في مصر، يعني طبعا بس يعني ولادي مصريين. حضرتك مغربية مصرية أصلا؟ لا أنا مغربية وبفتخر ان انا مغربيه، وبفتخر ان انا اولادي مصريين، لان مصر والمغرب دايما بنقول اكبر شعبين قريبين لبعض. حضرتك في ثقافات بتجمعنا كتير مع بعضينا، شويه الطباع بقى كتير، وخفه الدم، وحب الشعبين لبعضيهم. صحيح انت شفتي كاس العالم، يعني احنا كنا حاسين ان مصر اللي بتلعب مش المغرب. يعني لما كنا في قطر ما شفناش، يعني المصريين كانوا بيتعصبوا اكتر مننا احنا المغاربه والله. يعني وكانوا يوم ماتش نصف النهائي انا شفت الشعب المصري حزين صحيح لخروج المنتخب،
فطبعا يعني الحب المتبادل بين الشعبين حاجه جميله جدا وقديمه الازل، والحمد لله عمر ما كان في اي خلافات ولا في اي شيء، وده احنا بيخلينا دايما بنقول مصر والمغرب انا بالنسبه لي بقول شعبي واحد. اكيد طبعا. يعني دكتوره لمياء عبد الله يعني نورتينا، وكلام معاكي جميل وما بيخلصش يعني. ميرسي حبيبتي، الف شكر. رئيس الرابطه المغربيه المصريه، نورتينا في زوم افريكا. الف شكر يا حبيبتي، وميرسي لذوقك، وبالتوفيق ان شاء الله للبرنامج، وانا سعيده بالتواجد معاكم. ميرسي.